نرجع تاني بقى ونتكلم على بيرستاو. بيرستاو ايه بقى لها؟ يعني قصته ايه؟ شفته النهارده وشفته في ماتش سان داونز، راجل عازف اورج، يعني ايه ده؟ لعيب كويس، لعيب دولي، لعيب منتخب، لعب في انديه كتيره جدا جدا، لعب في اندرلخت ولعب راح برايتون ومنتخب جنوب افريقيا وسان داونز. لا عنده تاريخ كبير، وبعدين لعيب كبير، لعيب تقيل يا سيف. حتى كمان في ماتش سان داونز يمكن المدير الفني بتاع سان داونز طلع اشاد بيه، وهم عارفينه وما كانوش عارفين يوقفوه، وهو لعيب كويس وبقى له 6 ماتشات. هو ده بيرستاو، يعني هو ده بيرستاو اللي انا اعرفه اصلا. هو كان قبل كده اصابات كتير جدا، فكل ما بيعلى كل ما بتلاقيه مره واحده يتعور، لكن هو دلوقتي الحمد لله بقى له 6 ماتشات مستواه كويس، واحد على واحد يعدي، عنده حلول. الاهلي محتاج كده فعلا، هو ده يعني، هو ده نوعيه اللعيب اللي الاهلي محتاجه، اللي عنده حلول. قعدنا يا اخي